أهلا بكم إلى برنامج مساحات. ثروات ضخمة في منطقة الخليج يذهب جزء كبير منها إلى الاستثمار في عقارات متنوعة في أسواق حول العالم. لماذا هذا الاهتمام بالاستثمار العقاري في الغرب؟ ولماذا تعجز الشركات الخليجية عن إقناع المستثمرين بتوظيف ثرواتهم وأموالهم في المنطقة؟ ثم ما هي المخاطر التي تواجه المستثمرين عندما يوظفون أموالهم في بيئة غير معروفة لجهة القوانين والتشريعات التي تحكمها؟ معرض سيتيسكيب الكويت الذي أقيم هذا الأسبوع عكس جانبا مهما من ظاهرة التوجه العام للاستثمار في عقارات غربية. لقد كان لافتا في دورة هذا العام الحضور الطاغي للشركات الأجنبية فضلا عن شركات محلية تعرض مشروعات في أسواق خارجية. هذا يشير إلى الاهتمام الكويتي والخليجي المتزايد بالاستثمار في الخارج. لنتابع هذا التقرير. نسخة جديدة لمعرض سيتيسكيب العقاري حمل اسم الكويت للمرة الأولى، لكن رغم المشاركة الخجولة مقارنة بنسخات المعرض الأخرى في المنطقة إلا أنه يبقى الأكبر في صناعة العقار في الدولة الخليجية. احنا عندنا مساحة عرض بإجمالي 7000 متر لمساحة المعرض بحجم مشاركة في حدود 2200 سكوير متر، عدد مشاركين في حدود يفوق 65 مشارك من جميع أنحاء العالم، من دولة الكويت، من أمريكا، إنجلترا، أسبانيا، من جميع أنحاء العالم. في وقت تعتبر العقارات الكويتية من الأغلى في العالم، كان البديل هو الاستثمار في الأسواق الخارجية، وهنا جاء دور الشركات الأجنبية المشاركة في المعرض. فهذه الأخيرة عرضت مشاريعها كالعادة، لكنها اختارت التوجه للمستثمر الكويتي الميسور مادياً تحديداً. طبعا بما ان الوطنيه العقاريه الكويتيه شركه من اصل كويتي، فاحنا بنستهدف المستهلك الكويتي بالاضافه طبعا للمصري. احنا المشروع بتاعنا جراند هايتس على مساحه 900 فدان، بيتميز ان هو عباره عن فيلات فقط، مفيش عمارات، مفيش شقق خالص، بيستهدف الهاي اند كلاس. المستثمر الكويتي او العميل الكويتي عميل ذكي جدا، عنده اكسبيرينس عاليه جدا لانه بيسافر كتير. أكتر اتجاهاتهم بتبقى عموماً لأوروبا زي إنجلترا وألمانيا وأمريكا بشكل عام. أما الكويتيون من غير الميسورين فلم يجدوا مشاريع تلبي احتياجاتهم، خاصة وأن أزمة السكن في البلاد تتفاقم يوماً بعد يوم وفرص الاستثمار أفقها ضيق. اللافت في سيتيسكيب بنسخته الأولى في الكويت هو غياب المشاريع المحلية من القطاعين العام والخاص، ولكن التركيز الأهم على المستثمر الكويتي في الخارج. من الكويت، مريم صليبا، سكاي نيوز عربية. للحديث عن استقطاب الشركات الأجنبية لاستثمارات الخليجيين خصوصا من الكويت، نستضيف من العاصمة الكويتية الرئيس التنفيذي لشركة مكسب لإدارة المشاريع عبد الله الهران. سيد عبد الله، أهلا بك معنا. دعنا نبدأ بالسؤال عن غياب المشاريع الكويتية عن معرض سيتيسكيب. لماذا هذا الغياب، غياب المشروعات المحلية؟ بصراحة المشاريع في الكويت يعني صعب أن تأخذ التراخيص عشان نطور العقارات في الكويت، والتعامل في خارج الكويت أسهل. الاستثمار الخليجي يعني رحب في الاستثمار الخليجي بالذات، وإحنا مركزين على الاستثمار في باريس تحديدا كشركة مكسب لإدارة المشاريع. ماذا تعرضون في المعرض؟ ما هي المشروعات ونوعية المشروعات التي تقدمونها في المعرض؟ إحنا في معرض سيتيسكيب طرحنا 5 مشاريع بفرنسا، وثلاثة منهم في العاصمة الفرنسية في قلب باريس، وفي ضواحي باريس في جانب ديزني لاند، وفي مشاريع في جنوب فرنسا بمدينة نيس وكان. ماذا عن الأسعار؟ كما استمعت معنا إلى تقرير زميلة مريم، هناك تركيز بشكل واضح على العقارات الفاخرة في الأسواق الخارجية. الأسعار أو المنتجات التي تعرضونها في المعرض من أي فئة هي؟ إحنا عندنا نوعين من العقار اللي نعرضه. عندنا العقار اللي يبتدي من 150 ألف يورو
في المشاريع اللي مستثمرين فيها بشركة مكسب من 150 يورو إلى 500,000 يورو، وعندنا العقارات الخاصة في زباين ملوتنا الدبل في اي بي تبتدي أسعارها من 2 مليون يورو وانت صاعد. طيب عندما نتحدث عن هذه الأسعار 150 ألف إلى 500 ألف يورو، نتحدث عن شقة من غرفة وصالة، غرفتين أم ماذا؟ من طبيعي أن شو اسمه 150 ألف يورو تكون غرفة وصالة، وعندنا أسعار الشقق اللي تبتدي من غرفتين وصالة 300 ألف يورو وانت صاعد. في أكبر شيء اللي هما غرف أربع غرف نوم وصالة في العاصمة الفرنسية ب 500 ألف يورو. حتى الأرقام هذه يعني قاعد تنافس الأسواق الخليجية أو الأسواق. ماذا عن المليوني يورو التي تحدثت؟ ما هو شكل العقار؟ طبعا هذه تكون شقق خاصة بالمثلث الذهبي مثل ما يقولون باريس، وهذه الشقق تكون تراثية ويعني تكون مالت مشاهير ولا مالت أمراء، فعليها طلب يعني خاص. وبصراحة حتى بمعرض سيتيسكيب حصلنا نوعية زباين مختلفة في هذا المعرض اللي يصير أول مرة في الكويت. هذا ما أريد السؤال عنه، كيف تبدو الاستجابة في على هذه المشاريع التي تطرح، وأيضا المشاريع التي تطرحها شركات أخرى أيضا؟ طبعا الحين في الكويت، هي الكويت يمكن نقول أكثر دولة خليجية تشتري عقارات في الخارج. دليل على كلامي أن عندنا 20 معرض رئيسي يصير في الكويت غير المعارض الجانبية. ومعرض سيتي سكيب لما دخل أول مرة للكويت صارت منافسة بين الشركات العالمية والشركات الكويتية اللي موجودة في السوق تعرض منتجات مختلفة. بكل المعارض اللي تكون اكثر شيء طلب على العقار الخارجي، لان اول شيء في ندره في الشركات في المشاريع الكويتيه اللي تطرحها الشركات، والاسعار مرتفعه. يعني انت مثلا تاخذ في الكويت شقه 200 متر ب 300,000 دينار، ولا تاخذ لك فيلا بوسط اوروبا، فهني الاختلاف فيكم. نعم، سؤال سريع سيد عبد الله، يعني الاهتمام اليوم بالعقارات الأجنبية، كيف تبدو المبيعات من خلال هذا المعرض؟ هل هناك إقبال بشكل خاص من الكويتيين، وهل هناك جنسيات أخرى أيضا تشتري في المعرض؟ احنا كشركة مكسب الحمد لله يعني سكرنا 15 وحدة سكنية مختلف مشاريعنا بفرنسا، وكان في اكثر من شركه، يعني الحضور كان شويه منخفض في المعرض الاول، لكن الشركات باعت. يعني في زباين خاصين ما كنا نشوفهم في المعرض اللي نشارك فيهم من قبل. فمعرض سيتي سكيب عنده شريحه معينه من الناس انه يقدر يتواصل وياها سواء بالهاتف او بالايميل انها تجي المعرض. ف بالذات السوق الكويتي يعني في زباين جديين ويشترون العقارات من خلال المعارض. ابقى معنا يا سيد عبد الله الهران، نريد الاشاره فقط الى ان من بين الاسواق الخارجيه التي تجذب الخليجيين السوق التركيه القريبه نسبيا جغرافيا، لكن في بعض الاحيان تتعثر الاستثمارات وتفشل في تحقيق اهدافها، ليس بسبب تقلبات السوق ولكن لعدم دراية المستثمرين الدراية الكافية بالقوانين. لنتابع رأي أحد الخبراء باستثمارات الخليجيين في تركيا. لما يجي تركيا ما بيعرف أي شيء عن البلد. البنك بيساعد كمحامي للعميل. من الأول إيش بعمل؟ بقيم العقار اللي بده يشتري. بعد التقييم بيطلع كل شيء عن العقار. يعني إله رهن، إله أي شيء بالدولة، إله دين، إله أي شيء بالبنوك. بيبين بالتقييم وبيطلع له بيطلع للعقار سعر معين. البائع مثلا اذا بيقول السعر 300,000 بالتقييم بيطلع مثلا 200,000، والعميل بيفهم انه في شيء بهذا الموضوع. اول شيء بالبنك بفهم العميل بسعر العقار،
وبعدين بيساعده بالشراء، بيعطي له محامي، بيعطي خدمات شهري للفواتير لما يشتري العقار. الخليجي بأول مرتبة، لأنه الخليجي لما يجي ما بيشتري شقة شقتين ثلاثة، بيشتري بالجملة، عشان هيك بنهم هذا الموضوع يعني. نعود إلى ضيفنا من الكويت السيد عبد الله الهران. سيد عبد الله، كيف تنظرون اليوم إلى الاستثمار في الأسواق العقارية الخارجية؟ هل هناك من مخاطر معينة تواجه المستثمرين الكويتيين بشكل خاص؟ احنا صراحة توجهنا إلى فرنسا، لأن فرنسا مستقرة سياسيا ويعني تمتع بنظام خاص، يعني ما يأثر عليها أي حزب سياسي يوصل للحكم. فرنسا تملك العقارات بفرنسا أكبر من هذا، يعني عندهم ثقة ومصداقية في تملك العقارات. فهذا يعني شيء كبير يطمن المستثمر الكويتي، سواء المستثمر الصغير أو المستثمر الكبير. تبقى بس مسألة تغير التشريعات، لا سيما ما يتعلق منها بالضرائب، الضرائب العقارية. نسمع كثيرا عن هذا الموضوع في أوروبا بشكل عام. هل هناك تلمسون تخوفا لدى المستثمر الخارجي في من مثل هذه الأمور في الأسواق الخارجية؟ أنا عندي إحصائية تقول أن 45% من الاستثمارات الأجنبية اللي في باريس هي من استثمارات خليجية، والعوائد على الاستثمار التدفق الاستثمارات هي 6%. فهذه يعني رغم الأزمة العالمية هي الأفضل يعني من 6 سنوات ماضية. هل هناك من استقرار لهذا العائد الذي تحدث عنه، أم هناك مخاوف من مسألة الضريبة كما ذكرت؟ العائد اللي يستقر 6 سنين طبعا هو الصافي من الاستثمار 6%، ومستقر على 6 سنوات في الأزمة العالمية. فأنا أشوف أن الشيء هذا أن طيب يعني لو سمحت، المستثمرون الخليجيون عندما يستثمرون أو يأتون إليك للاستثمار في الخارج، هل يسألون عن البيئة؟ هل يسألون عن توضيحات؟ أم أنهم يجرون الدراسات الخاصة بهم؟ لا، هم دائما يسألون عن طريقة تملك بفرنسا، طريقة الملكية، ويعني هم يسألون الملكية تورث بفرنسا ولا ياخذون مثلا الدولة تاخذ نسبة من هذه الملكية. نعم، من العاصمة الكويتية الرئيس التنفيذي لشركة مكسب لإدارة المشاريع عبد الله الهران، شكرا جزيلا لك. فاصل قصير، نعود بعده للحديث أكثر عن موضوع إقبال المستثمرين الخليجيين على أسواق العقارات الخارجية. نعود إلى موضوع حلقتنا والاستثمار الأجنبي في العقارات الأجنبية والتحديات التي تواجه المستثمرين في هذا المجال. نستعرض معا بعض الآراء المشاهدين التي أتتنا حول فرص الاستثمار العقاري والإلمام بقوانين التملك. على مواقع التواصل الاجتماعي، سيف المزوجي على فيسبوك يقول إن فرص نجاح الاستثمار العقاري مرهونة بالإلمام الكامل بقوانين التملك، خصوصا في أوروبا وأمريكا. هناك أيضا ناصر علي من جهته يرى أن هناك سهولة ومرونة في قوانين التملك والاستثمار العقاري في دول الخليج، وهذا يجعل من الاستثمار أمرا مجديا ومربحا. أيضا سليمان دليجان على تويتر يقول أن شروط الاستثمار العقاري بالخارج تستلزم معرفة قوانين التملك وكمية العرض أيضا والطلب وقيمة العملة وتغيرها. حسام علي الزيتاني من جهته يرى أن الاستثمار ينجح ويزدهر حيث يكون الاستقرار والأمان. وأخيرا لدينا سعيد البكري يقول أن الاستثمار في الخارج لا ينجح إلا بدراسة السوق بشكل جيد، وأيضا والتأكد من بعدها عن التغيرات والتقلبات المفاجئة.
الآن إلى فقرة التصميم والديكور. ساتورن أو ساتورن حجر صناعي تصنعه شركة سامسونج للكيماويات. هذا الحجر يتمتع بالليونة والمرونة، يتوفر بألوان متعددة فيما تساعد مرونته على تطويعه وتشكيله بما ينسجم مع متطلبات الديكور الداخلي. نتابع. ستارون هو عبارة عن حجر صناعي من صنعه في كوريا. هذا الحجر من ورده لباقي دول العالم. الميزة في هذا الحجر إنه هو إمكانية الطي والثني، وإنك أنت مما يساعد المصممين إنه هو يلبي طلباتهم بأي شكل من الأشكال. الاستعمالات تبعت هذا المنتج انه انت ممكن تستعمله في المشاريع الهندسيه بالتصاميم، ممكن انك انت تستعمله في المستشفيات في الفنادق. احنا بنستخدم هذا الحجر بعده اشكال زي ما انا حكيت لك. هاي الاشكال حاولنا انه احنا نعملها قريبه من الطبيعه وقريبه من البيئه، حاولنا انه نضيف لها الحياه. حاولنا زي ما الناس ماخذ فكره عن الحجر انه هو مثلا بارد او تقليديا يعني بين الجمهور بيعرفوا عنه بارد، لا، احنا هون الحجر الصناعي الميزه فيه انه بما انه انت ممكن تعمل عده اشكال من هذا الحجر، فلا احنا ممكن المصمم انه يستخدم هاي الاشكال لشغلات قريبه من البيئه. هذا ما لدينا في حلقة اليوم من برنامج مساحات، خصصناها للحديث عن الاستثمارات الخليجية خصوصا الكويتية في العقارات الخارجية في الأسواق الغربية.